اتكلمنا عن لبس العيد، النهارده بقى نتكلم عن العيديه. وطبعا دي عاده موجوده في كل البيوت ولازم اول يوم عيد تتوزع على الاطفال، الصراحه الكبار كمان. احنا نزلنا الشارع وسالنا الناس، تعالوا نشوف قالوا ايه. خدت عيديه ولا لا؟ باخد عادي. لا انا ما باخدش عيديه، انا بدي عيديه بس. للاسف ما بقاش حد يدي عيديه دلوقتي خالص. لسه باخد عيديه. طبعا انا بقيت ادي. لسه ما خدهاش. بندي احنا العيديه بقى. لسه لغايه دلوقتي باخد عيديه. لا باخد طبعا. اخر مره خدت عيديه كانت امتى؟ العيد اللي فات ده. العيد اللي فات على طول. العيد الصغير. فاكره اخر مره خدت عيديه امتى اصلا؟ مين بيديك العيديه؟ جد وتيتا وماما وبابا والعيله كلها يعني. باخد من بابا وماما وعمه وتيتا. في العيد من حد من صحابي؟ من والدي وقرايبي كلهم. طب انت عارف ان العيديه دي ليها قصه؟ تعالوا اقولها لكم. حسب بعض المتخصصين التاريخيين فان العاده دي بترجع لعصر المماليك وكان اسمها الجمكيه، وتم تحريفها الى كلمه العيديه، وكان السلطان المملوكي بيصرف راتب بمناسبه العيد للاتباع من الامراء واللي بيشتغلوا معاه، وكانت بتتقدم للبعض على شكل كده طبق مليان بالدنانير الذهب والفضه على حسب الاهميه. وفي العصر الفاطمي ما كانتش فلوس بس، لا العيديه كمان كانت عباره عن لبس وهدايا للاطفال. هتقضي العيد ازاي؟ ده سؤال مهم جدا خصوصا في الجو الحر اللي احنا فيه ده. ده السؤال اللي سالناه، وتعالوا نشوف الاجابات في الشارع قالوا ايه. بتقضي العيد فين وازاي؟ بقضي عند قرايبي. بقضي العيد في الشغل مع العيله مع اهلي وكده. بقضي مع اخواتي واهل جوزي. بنشوي، بقضي في البيت وفي الشغل في البيت عادي، مش بعمل حاجه بصراحه. بخرج مع اصحابي، عيد الاول على اهلي وكده، بعد كده اخرج مع اصحابي. مع اهلي وحبايبي وناسنا وكده. انا فاكر زمان قبل السفر والساحل والكلام ده كنا بنقضي العيد قدام التلفزيون، يعني مسرحيات عادل امام وافلام اميتاب باتشان. طبعا عمرك كبير شويه هتفتكر الجمله دي، اعزائي عشاق الافلام الهنديه انتم على موعد مع احدث الافلام الهنديه. الجمله دي كنا بنسمعها على طول من مذيعات التلفزيون في اول ايام العيد، وتحديدا جيل التسعينات هيفتكرها اكتر اكيد. وكان الفيلم الهندي هو الضيف الدايم على شاشه التلفزيون في اول ايام العيد، وتحول اميتاب باتشان الى صديق ينتظر المشاهدين في العيد. واهتم التلفزيون المصري بقنواته بالافلام الهنديه، وخصص مع كل عيد فيلم هندي جديد يتعرض لاول مره في فتره الظهر، وكان بيتجمع الاطفال والشباب قدام الشاشات ويتفاعلوا معاه ومشاعده الاكشن الهنديه، مع ان فيها مبالغه وافوره في تصويرها، لكن كان بيحبها الاطفال والكبار عشان القصص والسيناريوهات اللي كانت موجوده فيه. مع ان الفيلم كان بيقعد اكتر من 3 ساعات ويوصل 4 ساعات، الناس كانت بتفضل قاعده متسليه قدامه علشان يتفرجوا على اميتاب باتشان. وطبعا فيلمه الاشهر كان قمر اكبر انتوني، وهو من كلاسيكيات السينما الهندية بالنسبة للمصريين.